من خلال دراستنا لعلم الفلك لاحظنا ان في بعض الابراج بتفكر بطريقة ليس لها مثيل. يعني ايه ليس لها مثيل؟ يعني البرج اللي هنذكره في حلقة النهاردة معانا اتمتع بطريقة ملهاش زي ملهاش شبه. مش في واحد كده ممكن تلاقيه بيتكلم بطريقة محدش غيره بيتكلم بيها، ولكنها ملفتة ولكنها تستحق ان انت تقف عندها شوية. مش في واحد حتى ممكن تلاقيه بيمشي بطريقة ملهاش مثيل، بيضحك بطريقة ملهاش مثيل. كمان ممكن نلاقي في الأبراج عقليات ملهاش مثيل، وده اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. وهنرتب الأبراج اللي في حلقتنا من السادس للأول، والموضوع ملوش علاقة يا جماعة بأكثر الأبراج ذكاء أو أقل ذكاء. رجاء المقدمة في كل حلقاتي مهمة عشان تعرفوا طبيعة الحلقة وتفهموا بالدقة اللي أنا عايزكم تفهموا بيها. احنا بنتكلم عن التفرد أو التميز في امتلاك الطريقة، ولكن مش بالضرورة ان احنا هنرتب الأكثر ذكاء. كل برج في الدنيا بيفكر بطريقة، بس الستة اللي معانا دول كل برج منهم اختص بطريقة وتميز فيها ومحدش شبهه فيها. تعالوا بقى نبتدي. اهلا بيكم، برحب باجمل ناس في الدنيا، وبقول بس للجديد اللي بينضم لعيلتنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. وكالعاده اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يدوس كمان على الجرس عشان اشعار حلقاتنا يوصله اول باول. وتعالوا بنا نبتدي، ودوسوا لايك عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. وتوقعوا معايا كده مين الابراج اللي هتكون معانا في حلقه النهارده، ولا سيما مين المركز الاول. انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، ويا ريت تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا رابطها في وصف الفيديو وفي اول تعليق. في المركز السادس برج السرطان المائي، رجل او امرأة الاثنين على حد سواء. هو برج السرطان امتلك طبعا عقلية ليس لها مثيل، ده مؤكد وما فيهوش نقاش. ليه؟ اولا لعدة اسباب ابرزها ان برج السرطان ده صاحب ذاكرة فولاذية، اقوى ذاكرة بين كل الابراج، انجاز التعبير هي اللي بيتمتع بيها برج السرطان. طب ايه الفايده؟ الفايده ان البرج ده هتلاقيه ملم بكل الاشياء اللي حدثت معاه مهما كان صغيره او مهما كان مر عليها كتير من الزمن. لما الشخص يكون ملم بكل الاحداث اللي مر بيها، اذا هيكون عنده قدره ان هو يفكر صح ويستنتج صح ويعرف يتكلم صح، ومحدش يعرف يضحك عليه لأنه ما بينساش. السرطان ده ذاكرته رهيبة وفظيعة وتستحق طبعا الإعجاب والثناء. إذا تفرد برج السرطان بالعقلية اللي ملهاش مثيل دي خلته واحد من الأبراج الملمة بكل الأمور تقريبا، إنجاز التعبير. الأبراج الستة اللي معانا هيشتركوا في حاجة مهمة قوي، إن الأبراج دي كلها تفكيرها عميق أعمق كمان مما تتخيل، أعلى منه اعلى منه في الطريقه. احنا بنرتب هنا في الترتيب التصاعدي، يعني اعلى منه بناء على ايه؟ في تميز واختلاف الطريقه، في درجه اختلاف الطريقه، وليس في اكثر ذكاء يعني او اكثر تميزا، ملهاش علاقه في اختلاف مدى اختلاف الطريقه بالنسبه لنا احنا لما نتكلم. برج الميزان، برج الميزان مش هنتكلم غير في نقطه واحده، هو اكتر برج رجل او امراه عنده سياسة، عنده فلسفة السياسة أو عنده أسلوب السياسة، ملكة كبيرة أوي. في ناس ممكن تقعد تدرس سنين وتاخد دورات عشان تتعلم حاجة زي كده، شيء رباني كده هي موجودة في برج الميزان. قدرته الكبيرة على الغوص في مجال السياسة، أو إن هو يكون مش السياسة، يعني إحنا بنتكلم إن هو برج سياسي في الإقناع أو في فلسفة الإقناع، ده قصدنا، جعلت من عقليته عقلية ليس لها مثيل بين ال 12 برج. اعلى منه في اختلاف الطريقه وليس في تميز برج عن برج، رجاء نخلي بالنا، برج العذراء اللي بيجي في المركز الرابع. يمكن اللي يخلي برج العذراء رجل او امراه يجي معانا في حلقه النهارده هو الدقه المتناهيه اللي بيتمتع بيها البرج ده في عقليته. برج العذراء بيفكر في الحاجه الصغيره قبل الكبيره، وبيفكر في الحاجه البعيده قبل القريبة، يعني مفيش حاجة بتعدي عليه حركة همسة كلمة نظرة إلا ما بيحللها، ويمكن كمان نقدر نقول ما بيرتاحش إلا لما يفهم إيه مغزاها وإيه وراها وليه اتعملت كده. وأكيد برج بالطباع دي
هيكون عقليته صعب ان احنا نلاقي ابراج كتير بتشاركوا في النوعية دي من العقلية. ولذلك بقول ان انسب الوظائف لبرج العذراء هي الوظائف الادارية، يوجد فيها اجادة ما بعدها اجادة. اعلى منه في الطريقة بتاعته اللي في المركز الثالث برج العقرب رجل او امرأة. العقرب العمق بتاع برج العقرب رجل او امرأة هو اللي بيخليه يجي معانا في حلقة النهاردة، وهو اللي بيخلي طريقته او عقليته لا يشبهها عقلية. البرج ده عميق لدرجة ان هو بيجيب الحاجة من اخرها، بيجيب الموضوع من اخره، بيجيب الشخصية من اخرها، بيوصل للب، للمركز، لأبعد نقطة ممكن حد يوصل لها. ومدام برج بالصفات دي أكيد لازم عقليته تيجي معانا في حلقة زي حلقة النهاردة. أعلى منه في المركز الثاني الجوزاء. اللي يخلي برج الجوزاء يجي معانا في حلقة النهاردة هي المرونة. هو أكتر الأبراج، وأنا أقولها وأنا مستريح أوي، برج الجوزاء ده رجل أو امرأة اللي يقدر إن هو يفكر في حاجة واتنين وتلاتة ويحللهم التلاتة مع بعض وياخد نتائج بنسبة كبيرة صائبة أو ناجحة في نفس الوقت. مفيش برج تاني يعرف يعمل المعادلة دي زي برج الجوزاء، عشان كده لازم يجي معانا في حلقة النهاردة. تعالوا بقى نتعرف على متصدر الترتيب في حلقة النهاردة. حد يقدر يتوقع كده واحنا في نهاية الحلقة؟ تعالوا بقى نتعرف عليه. الشياكة في الإقناع والرقي اللي بيتبعها أي مواليد البرج ده رجل أو امرأة، والقدرة على توصيل وجهة النظر بشكل سلس وبشكل فيه هدوء وبشكل فيه لطافة ممكن تمس القلوب، يجعل منه صاحب يعني طريقة فريدة جدا وعقلية فريدة جدا، لطالما أطلقنا عليه بسبب النقطة دي برج مختلف. لما بنتكلم أكيد احنا بنقصد برج الدلو الهوائي اللي بيتصدر الترتيب وبيجي معانا في المركز الأول في حلقة النهاردة. طريقة برج الدلو لا تماثلها ولا تشبهها في ال 12 برج أبدا أي طريقة تانية، متفرد ومتميز وطريقة محببة جدا جدا على فكرة لكتير من البشر ولكتير من النفوس، وممكن كمان إن هي توصل للعقل بسرعة. يعني الأبراج دي تخاطب العقل دائما حتى لو في الارتباط العاطفي، وعشان كده في بعض الشخصيات الرومانسية قوي ما بتقدرش تفهم النقطة دي، إن برج الدلو الهوائي بيتعامل على أساس المنطق والعقل. لما بيتعامل معاك بيخاطب عقلك، فلازم انت تكون واعي لنقطة زي دي، واعرف ان انت معاك عقلية فريدة بما تحمله الكلمة من معنى. ده كلام ما فيهوش ابدا اي نقاش. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك ادعمها بلايك عشان توصل لأصدقائنا، ورجاء اشتركوا في صفحتنا الجديدة على الفيسبوك محمد أبو زيد، واكتبوا لي آراءكم، بقرا تعليقاتكم، بتعرف كمان عليكم، وهتوحشوا.